السيدات والسادة الحضور، وفي الوقت الذي خصصت الأمم المتحدة الهدف الثامن ضمن أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 لتوفير العمل اللائق للجميع وما يتفرع عنه من أهداف فرعية يفرض وضع الآليات القانونية والمؤسساتية وعلى رأسها مؤسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، والذي اعتبرته منظمة العمل الدولية جزءا لا يتجزأ من الإطار المؤسساتي للسياسات العمومية، معتبرة الحوار الاجتماعي هو إحدى المجالات التسع ذات العلاقات بالاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية. لا زالت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن بلادنا لم تستطع بعد التخلص من النموذج الاقتصادي الذي أبان عن فشله في تحقيق التنمية المستدامة رغم كل التغييرات والترميمات والإصلاحات الهيكلية المقياسية التي تم تنفيذها بإملاءات من المؤسسات النقدية الدولية وتبني اختيارات اقتصادية هدفها ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية ولو كان ذلك على حساب القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية. سياسة تقشفية كان من بين إجراءاتها التخلي عن صندوق المقاصة ورفع الدعم العمومي عن المواد الأساسية، وما روج له زورا وبهتانا بإصلاح التقاعد والعودة إلى أخوصصة أهم الخدمات العمومية والاستمرار في سن سياسة ضريبية غير عادلة تثقل كاهل الفئات والطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها بالطبع الطبقة العاملة المغربية. السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، اليوم وفي الوقت الذي انخرطت فيه بلادنا في العديد من الالتزامات الدولية ذات الصلة، وفي الوقت الذي أصبح الحوار الاجتماعي مكسبا دستوريا كما نص على ذلك الفصل 31 من دستور المملكة، والذي جاء نتيجة للمطالب الملحة للحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، حيث تصدر موضوع مؤسسة الحوار الاجتماعي مذكراته المطلبية لتعديل دستور المملكة في سنة 2011. وفي الوقت الذي تتميز فيه بلادنا بترسانة قانونية مؤطرة للحوار الاجتماعي، وبعد التراكم الذي حققته الحركة النقابية مع الحكومات السابقة من خلال جولات الحوار الاجتماعي التي كان لها وقع إيجابي على المكاسب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، خاصة اتفاق فاتح غشت عام 1996 واتفاق 30 أبريل 2003 والاتفاق الهام ل 26 أبريل 2011. رغم كل ذلك ومنذ هذا الاتفاق الأخير ظل الحوار الاجتماعي يراوح مكانه بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة المغربية، مما يؤكد أن مؤسسة الحوار الاجتماعي لا تشكل خيارا سياسيا بالنسبة للقائمين على الشأن العام، بل لا يتم إجراء حوار اجتماعي إلا بعد سلسلة من الاحتجاجات العمالية، مما كان له تكلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة أدتها الطبقة العاملة والمقاولة. وإن وجد ذلكم الحوار فإنه يتخذ طابعا موسميا
وصوريا بل في بعض الأحيان فولكلوريا. وفي هذا الإطار نسجل من خلال تجربتنا في الاتحاد المغربي للشغل ما يلي: انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية في ميدان الحوار الاجتماعي، عدم استيعاب المفهوم الحقيقي والشامل للحوار الاجتماعي كما عرفت به المواثيق الدولية وفي أدبيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، تمرير أقولها وأؤكدها، تمرير قوانين اجتماعية بل مجتمعية لها أثر على الأجيال الحالية والأجيال المقبلة، واتخاذ قرارات سياسية حول قضايا اجتماعية مصيرية بالنسبة للطبقة العاملة المغربية، ضدا على إرادة الحركة النقابية ودون إشراكها. القوانين التي تم تمريرها حول ما سمي بإصلاح التقاعد، وكذا التوظيف بالعقدة في الوظيفة العمومية، يعني إدخال الهشاشة إلى قطاع الوظيفة العمومية.